ناصر، هو انت فاطر؟ لا يا بابا انا صايم. امال مين اللي فتح الشيبس ده؟ فتح لوحده. ازاي يعني؟ انا كنت بجري. كمل. لا تفوق الانتريه ولسه بنط. كنت واقع على الارض. كمل كمل. فوقعت على الشيبس. وبعدين عامل الشيبس عامل بيو بيو، وبعد ما عمل بيو وقف بقي. ولا انت هتسرح بيه، ده الكيس كله خلصان. بص يا بابا، حبه وقع وحبه على الارض. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي بقى كلتهم غصب عني. طب اللي وقعوا على الارض بقى؟ واللي على الارض لميتهم عشان حرام. برافو، فانت لميتهم ورميتهم. كلتهم عشان حرام نرميهم. كل ده وصايم؟ وانا جاي اجري لقيت زيت ميه وقعت في بقي. ازازة مية وقعت في بقك؟ فشربتها غصب عني. خد كمل الشيبسي.